أقف هنا في المنطقة الشمالية من مطار كابول، يقابلنا هناك الجانب المدني من المطار. نحن هنا في القسم العسكري وقد سمحت طالبان لنا بالتصوير في هذا المكان. هذه واحدة من طائرات الجيش الأفغاني التي تركها هنا قبل سقوط كابول. سنحاول الاطلاع على الحالة التي باتت عليها هذه المعدات العسكرية من خلال هذه الجولة في هذا المكان المخصص للجانب العسكري من مطار كابول الدولي. هذه إحدى طائرات الهليكوبتر وتبدو فيها مظاهر التخريب أو الإتلاف، والتي تحدثت تقارير كثيرة أنها تركت في وضعية سيئة لا تسمح لها بالطيران. سنواصل الرحلة، يرافقنا فيها أحد مسلحي طالبان، ونذهب إلى هناك. حالة من الفوضى تبدو واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ربما الصورة هي أبلغ ما يعبر عن هذه الوضعية. السلام عليكم. في هذا المكان أكثر من نوع، ونشاهد بعض عناصر حركة طالبان وهم يتفحصون هذه الطائرات. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ تبدو عمليات الإتلاف كأنها بفعل فاعل، أو هكذا تقول عناصر طالبان، أن هناك من أتلف هذه الطائرات وهناك من عمل على تخريبها، ويبدو ذلك واضحا من خلال الصور. من ملامح هذه الطائرة يبدو أنها كانت طائرة حديثة جديدة، وهذا ما نلاحظه بوضوح، ولكن يبدو أنها بفعل متعمد، قد تم كسرها، قد تم إتلاف الأجهزة الداخلية. هذه من الطائرات الحديثة، ربما هذه الطائرات لم تدخل الخدمة بعد بالنسبة للجيش الأفغاني، ولكن مع ذلك نشاهد هذه الحالة التي عليها. يمكن أن نلاحظ هنا أن حتى المحركات لم يتم تشغيلها، هناك طائرة واضحة جدا أنها لم تستخدم بعد، ومع ذلك نلاحظ آثار استخدام الأدوات الحادة للتكسير. هذا يعني ما تزال مغلفة بأرقامها وبتفاصيلها، هناك تفاصيل دقيقة تثبت وتؤكد أن هذه الطائرة كانت جديدة ولم تدخل الخدمة بعد، ومع ذلك نشاهدها في هذه الحالة. بعض أجزاء الطائرة ما تزال في صناديق شحنها كما نشاهد هنا، يعني هذه الطائرات لم تتعرض إلى حوادث، لم تتعرض إلى إطلاق نار، ولكنها بدت بهذا الشكل هنا وهي داخل هذه الحظيرة التي كانت تابعة للجيش الأفغاني. طبعا هناك الكثير لا يصور، نحن هنا فقط في واحدة من عدد كبير من الحظائر التي تشبه هذه. الذي لاحظته هنا من خلال عدد الطائرات التي شاهدناها أن التركيز يتم على قمرة القيادة، كل ما في قمرة القيادة تقريبا يتم تهشيمه بالكامل، الأجهزة من أجهزة ملاحة، من أجهزة استشعار، من غيره، يتم أخذها ويتم تهشيمها. هذا اللافت في كل هذه الطائرات، هو السمة المميزة التي تشترك فيها المشاهد التي شاهدناها في هذه الطائرات. جميع قمرات القيادة يتم تحطيمها وتهشيمها، ويتم إزالة بعض الأجهزة منها.